اليوم نحن هنا لنحتفل بإنجازات رائدتنا وروادنا اللواتي بذلن جهودا عظيمة خلال هذا العام الدراسي. رحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا سعيد اليوم أننا كنقدموا الحفل الختامي لمركز التربية والتكوين أرخبيل والمركز الاندماجي المتكامل لساكنة جامعة تيربيا. هذا الحفل هذا كنقدموا جمعية أرخبيل الثقافة الشاملة بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني وكذلك بشراكة مع جمعية العمال المهاجرين بإسبانيا أتيم. هذا الحفل هذا اللي هو تتويج للموسم الدراسي التربوي 2023-2024 واللي من خلاله كنقدموا مجموعة ديال الفقرات منها فقرة ديال الطبقة المراكشية أهيدوس وكذلك كاين عرض خاص بالمستفيدة عرض أزياء خاص بالمستفيدة ديال شعبات الفصل والرياضة ديال هذا الموسم هذا وكذلك كاين توزيع الدبلومات على خريجي وخريجات مركز التربية والتكوين الموسم التربوي 2022-2023 اللي كيضم ثلاثة ديال الشعاب شعبة الطبخ والحلويات الحلاقة والتجميل والفصل والخياطة. من هذا المنبر كنبغي نتوجه بالشكر الجزيل لجميع الشركاء ديالنا وكذلك رجال الصحافة كل المنبر ديالو على المجهود ديالهم القيمة من أجل تغطية هذا النشاط. شكرا لكم. مناسبة نهاية الموسم التربوي لهذه السنة تحتوي تعاون وطني وجمعية أرخبيل الثقافة المتكامل الشاملة حفل التخرج لهذا التوجد لهذه السنة واللي يعني تكون في مواد وشعب كانت في صالة الرياضة وتطوير المنزلي والإعلانيات والحلاقة وكما دائما كل سنة على أنه يتم التخرج كل سنة ويتفوج بالجمعية في إطار تكوين تأهيلي للمستفيدات والمستفيدين من جامعة تيربيا. هذه السنة تم تخرج 78 مستفيد ومستفيدة برسم هذه السنة ونتمنى إن شاء الله أنهم يشتغلوا جميعا رئيس ديال الجمعية مسؤولية عتيد هي جمعية العمال المهاجرين في كيف شرف لي بأن نكون معكم معنا اليوم ديال الحفل ديال التخريج ديال المستفيدين والمستفيدات جميع مجموعة الأوراش اللي حنا بشكل أو آخر سمعنا كنساهم في الجمعية مع الشريك ديالنا اللي هي جمعية أرخبيل. جميلة أمو إطارة جمعية الأرخبيل وفي نفس الوقت كنقرأ فيها وصراحة استفدنا بزاف ديال الحوايج في هذه الجمعية هذه بالنسبة للعيالات اللي يعني كتستقبل أي وحدة يا قارية يا ما قارياش. صراحة الجمعية استفدنا منها بزاف ديال الحوايج منهم الناس اللي ما تعرفوش يقراو بالنسبة لمحاربة الأمية الخياطة الفصرة والخياطة لاباتيسري فيها الحلاقة وفيها لي ديبلوم معترف بها دوليا والصراحة فتحت لنا شي بزاف ديال المجالات وكنقولها شكرا بزاف على التطوع هذا اللي دارت للناس ديال القرية وشكرا. تلميذة فرصة ثانية وأول تجربة لي في هذه اليوم توجتي بشي شي ديبلوم شهادة ديال جواز سفر النجاح ونجحنا في تكوين ديال الصالة ديال الباتيسري وان شاء الله غادي نخطط لكم. شكرا لكم.